التحية تتجدد واللقاء يستمر بكم متابعينا الكرام أينما كنتم. إذن على بركة الله وتوفيقه انطلق الشوط الرابع عشر المخصص لسن الحيل ومن المسافة 8 كيلومترات، وشوط الختام البداية هناك مع هتان لهجن الشحانية بمتابعة سالم بن فاران المري نجم هذه الفترة الصباحية. من يقدم لنا هتان بطل الفترة الصباحية الذهبي؟ سالم بن فاران مع أول الأسماء. أما المركز الثاني وتابع الحضور والتواجد هنا من قبل هجن العاصفة. من تقدم لنا سلهودة وبمتابعة غياث الهلالي؟ من يتابع لنا سلهودة في عملية التضمير المركز الثالث؟ التواجد هنا من صبا للشيخ محمد بن خليفة بن سيف الهيان وعلي بن سعيد الوهيبي. من يقدم لنا صبا مع ثالث المراكز المركز؟ أتابع هنا هجن الشحانية. من تقدم لنا الزبارة وجار الله بن محمد بن عقيل؟ من يتابع لنا تحركات الزبارة على المركز الرابع؟ على المركز الرابع هنا تتحرك صبا بينما تتسلل الزبارة إلى المركز الثالث بمتابعة البرنس بن عقيل. المركز الخامس الغزي لهجن الشحانية وجار الله بن محمد بن عقيل. من يتابع لنا تحركات الغزيل؟ إذن هكذا هو النداء الأول، ومنه نتحول إلى نجم هذه الفترة الصباحية إلى الذهبي سالم بن فاران المري. من يتألق في هذا السن الكبار ومع معركة الكبار ليقدم لنا هتان مع أول الأسماء؟ المركز الثاني الحضور من قبل الزبارة لهجن الشحانية وجار الله بن محمد بن عقيل. من يتابع لنا الزبارة؟ من تتحرك إلى المركز الثاني؟ المركز الثالث أتابع التواصل والتواجد من قبل سلهودة لهجن العاصفة وغياث الهلالي. من يتابع لنا هذه المؤسسة الحاضرة؟ فمرحبا بمؤسسة هجن العاصفة المتواجدة على أرضية ميدان الشحانية. أما المركز الرابع فالحضور من قبل صبا الشيخ محمد بن خليفة بن سيف الهيان وعلي بن سعيد الوهيبي. من يتابع لنا تحركات صبا؟ المركز الخامس اسم جديد ينضم إلى قافلة الحيل الحاضرة لأتابع الهداب لهجن الشحانية والبرنس بن عقيل. يتابع لنا تحركات الهدة انطلاقة الهدة على المركز الخامس. إذن للمرة الثانية على التوالي لهذه الشعارات الحاضرة، وما زالت هتان هي القائدة لهذه المسيرة. ما زال الذهبي يواصل التألق، يواصل الإبداع. يا ما حصد الرموز هذا الذهب الحاضر في رصيده من الإنجازات ما الله به عليم. هذا الذهبي سالم بن فاران. من يتابع لنا مؤسسة هجن الشحانية؟ من يتابع لنا هجن الأدعم القالي؟ فيا لمحبينه ويا لعاشقينه في كل دول الخليج. من يحضر هنا مع أول الأسماء؟ المركز الأول هي هتان لهجن الشحانية وسالم بن فاران المري. يتابع لنا انطلاقة هتان وحضور هتان وحضور الأدعم القالي هنا مع أول الأسماء. المركز الثاني التواجد من قبل الزبارة لهجن الشحانية وجار الله بن محمد بن عقيل. يتابع لنا تحركات الزبارة من تنطلق وصيفة لهتان لهجن الشحانية. أما المركز الثالث فالتواجد من قبل هجن العاصفة. من تقدم لنا سلهودة؟ قياث الهلالي في المتابعة. يتابع لنا سلهودة في عملية التضمير من تنطلق مع ثالث التحديات. أما المركز الرابع فتتربع صبا على المركز الرابع.
للشيخ محمد بن خليفة بن سيفة الانهيان وعلي بن سعيد الوهيبي طامعا بالنقطة الثانية من نصيب هذا الشعار الحاضر والمنطلق مع صبا. تنطلق صبا هنا مع رابعة تحديات المركز الخامس، الحضور والتواجد من قبل الهدة لهجن الشحانية البرنس. يتابع لنا تحركات الهدى في عملية التكتيك، من يتابع لنا الهدى وكذلك من تقود الأسماء الحاضرة والقادمة بكل قوة. القارية لهجن الشحانية الشبل جابر بن سالم، من يتابع لنا تحركات وانطلاقة القارية من تقود هذه الأسماء القادمة. بينما عودا إلى الزبارة وإلى هتان لهجن الشحانية باختلاف المضمرين والزبارة، تنطلق لتقود هذه المسيرة، لتقود هذا المسار إلى أول الأسماء. البرنس بن عقيل يتابع لنا تحركات الزبارة التابعة للأدعم القالي هتان. تنطلق هتان بمتابعة الذهبي، من حقق الأشواط الرئيسية، من حقق التوقيت الأفضل في هذه الفترة الصباحية، إنه الذهبي سالم بن فاران، أحد عمالقة التضمير، أحد فطاحلة التضمير، من يحمل التاريخ المشرف بالرموز، من يحضر بالحاضر الجميل والمستقبل المشرق لهجن الشحانية بإذن الله سبحانه وتعالى. وبمتابعة مضمري هجن الشحانية، بمتابعة التابعي لهذا الأدعم القالي، من يتحرك مع أول الأسماء. المركز الثاني، التواجد من قبل الزبارة لهجن الشحانية والبرنس بن عقيل يتابع لنا تحركات الزبارة، من تقتفي هتان على ثاني المراكز. المركز الثالث، وصلت هنا الظبي لهجن الشحانية، البرنس بن عقيل يتابع لنا الظبي، من انضمت إلى وسط المعركة تنضم باسم جديد إلى هذه الأسماء الحاضرة. المركز الرابع، الحضور من قبل سلهودة لهجن العاصفة خياذ الهلالي طامعا بالنقطة الثانية لنصيب هذه المؤسسة الحاضرة. أما خامس التحديات فالتواصل والتواجد من قبل القارية لهجن الشحانية وجابر بن سالم بن فاران يتابع لنا تحركات القارية. إذن القارية تأتي خامسا، وكذلك سلهودة للعاصفة تأتي رابعا. المركز الرابع، المركز الثالث، تتحرك الظبي لهجن الشحانية بمتابعة البرنس، من يتابع الظبي والزبارة على ثاني المراكز وما زالت الصدارة هنا لهجن الشحانية. وبمتابعة الذهبي سالم بن فاران المري يواصل الإبداع بن فاران، يواصل الامتياز بن فاران، هو الناجح، هو المتألق دائما وأبدا في هذا المسار وفي هذا العالم، عالم الأصايل، يتقدم بحنكة الكبار ويتقدم هنا ليكون مدرسة لكل الأجيال. هذا الذهبي سالم بن فاران، من يتابع لنا تحركات هنا هتان، يتابعها بالعين المجردة متابعا لانطلاقة هتان، حاضرا بوصول هتان إلى هذا المكان الكبير، إلى هذا الأداء رفيع المستوى لهذا الشعار لهجن الشحانية. وللذهبي سالم بن فاران المري، من يتابع لنا تحركات هتان. أما المركز الثاني فالوصول من قبل هجن الشحانية، وصلت كذلك الظبي البرنس بن عقيل، من يتابع لنا الظبي. المركز الثالث، تحركت القارية التابعة ملكيتها لهجن الشحانية وجابر بن سالم بن فاران المري لمنشوط الختام من هؤلاء العمالقة، من هؤلاء الفاران
فطاحله. المركز الرابع عادت سلهوده لهجن العاصفه قياث الهلالي في المتابعه. المركز الخامس تحركت صبا للشيخ محمد بن خليفه بن سيفه الانهيان، بينما عودا الى مقدمه الشوط، عودا الى هتان، عودا الى الذهبي سالم بن فاران المري، من ابدع وتميز وتالق بحضور وبانطلاقه هتان، من قادت هذا المسار، من تتحكم بقبضه الصداره، من تنطلق وحيده هناك مع هذه الامتار الاخيره. فجن حرفيها من الزحمة بلا لا بطل الصنق القدت كانها خريش تفز فز مذيرات فلفلة وتهد هدات الوحش لا شاف ريشة طويلة القارب على المتن اعتلى كان سير علباها تكبارة حنيشة والراس ذاهن واكتسام الحوحلة وحرابها تلقى بعض لو تستطيش مبرومة العضين والساق انحلى والخف ما يرسم على الراس ملة هليش حمرا كما دم الغزي الوحجلة كان خوها خو المرازيم العطيشة لا درهمة همي من الخافق جلا يربط لسان يقول بسم الله عليش شكرا يا الذهبي سالم بن فاران المري من تابع لنا حتى لهجن الشحانية سالم يا سالم يا بن فاران من حقق الأشواط الرئيسية صاحب التوقيت الأفضل مع النايفة يتقدم ليقدم لنا هتان إنه بطل إنه نجم هذه الفترة الصباحية هذا الذهبي سالم بن فاران ومن لا يعرف الذهبي بتاريخه المشرف وبحاضره الجميل وبالأداء الكبير الذي قدمته لنا هجن الشحانية تهانينا لهجن الشحانية ولك يا سالم بن فاران المري والتوقيت الأفضل والتوقيت الأفضل والعصاب الأبطال. المركز الثاني الظبي لهجن الشحاني وجار الله بن محمد بن عقيل. المركز الثالث الهدى لهجن الشحانية. المركز الرابع سلهودة لهجن العاصفة. المركز الخامس القارية لهجن الشحانية. إذن مشاهدين الأعزاء أينما كنتم تابعنا وإياكم شوط الختام فحضرت هتان لهجن الشحانية بالأداء الكبير والعرض المتميز وبمتابعة الذهبي سالم بن فاران بطل هذه الفترة الصباحية النجم الكبير من حقق الأشواط الرئيسية وكذلك هتان تكون هي بطلة ونجمة الحيل في هذه الفترة الصباحية وصاحبة التوقيت الأفضل. التوقيت الزمني 12 دقيقة 40 ثانية وثلاث وأربعون جزءا من الثانية والعصاب الأبطال. المركز الثاني كان من نصيب الظبي لهجن الشحاني وجار الله بن محمد بن عقيلة. التوقيت الزمني 12 دقيقة 40 ثانية 55 جزءا من الثانية. المركز الثالث وصلت ثالثا الهدى لهجن الشحانية بمتابعة البرنس. التوقيت الزمني 12 دقيقة 48 ثانية 99 جزءا من الثانية. تهانينا على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. يعرض أمامكم مشاهدين الكرام موجز بالأسماء المتوجة بالمراكز الأولى في أشواط هذا الصباح أشواط الحيل والزمول. شهدنا وإياكم 14 شوطا حملت في طياتها منافسات كبيرة ومثيرة حيث تسجل الشوط الأول مع مشهورة التي استطاعت أن تتصدر أقوى الأشواط وأعتاها لهجن الشحانية وبمتابعة سالم بن فاران المري. التوقيت الزمني 12 دقيقة 47 ثانية 74 جزءا من الثانية. كذلك الشوط الرئيسي للزمول كان البطل المتوج بالناموس مبلش لهجن الشحانية وبمتابعة سالم بن فاران المري بتوقيت زمني 12 دقيقة 53 ثانية 26 جزءا من الثانية. أما صاحبة التوقيت الأفضل والأكمل
والأجمل كان مع النايفة لهجن الشحانية ومتابعة سالم بن فاران. المري كان مع هتان لهجن الشحانية. التوقيت الزمني 12 دقيقة 40 ثانية 43 جزءا من الثانية. ودمتم بحفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.